قطع الكهرباء الحراره ان شاء الله يوم غد نبدا انخفاض درجات الحراره باذن الله تعالى. اسعد الله اوقاتكم ايها الساده الكرام. اليوم درجات الحراره كانت مرتفعه على جل المناطق الغربيه خاصه والدواخل بالاخص، وصلت 45 في غدامس و41 في نالوت، كذلك في سباعه، وصولا الى معظم المناطق كانت الحراره لم تقل عن، خاصه في الحماده، في غدامس، في جبل نفوسه تحديدا، وأيضا الجنوب طبعا درجات الحرارة مرتفعة كالعادة على هذه المنطقة. لكن هناك تحرك لمرتفع جوي أو مقدمة مرتفع جوي خلال يوم الغد سيؤثر بشكل فعال في بداية انخفاض في درجات الحرارة على كل مناطق ليبيا، يبدأ بأقصى الغرب الليبي ثم يتحرك تدريجيا ناحية المناطق الشمالية الشرقية، فيجعل درجات الحرارة معتدلة أو تعتدل بشكل واضح بداية من يوم الغد على أقصى الغرب الليبي، ثم إن شاء الله يوم السبت والأحد على كل الشمال الليبي وخاصة المدن الساحلية، ستنعم بهواء بارد منعش على كل هذه المنطقة، وتستمر على الأقل 3 أيام قادمة بإذن الله تعالى على كل الشمال. بإذن الله تعالى سيتدفق هذا الهواء ناحية الدواخل خلال اليومين القادمين، لكن خلال يوم الغد تبقى غدامس والحمادة وكذلك بعض من مناطق سهل الجفارة ترتفع فيها الحرارة إلى أكثر من 30 درجة أو تصل وتتراوح بين 33 إلى 38 درجة، لكن الانخفاض سيكون تدريجي بإذن الله تعالى. الجنوب الغربي والجنوب الشرقي درجات الحرارة لازالت صيفية سواء كان خلال يوم الغد أو حتى بعد غد، فالهواء الساخن يسيطر على هذه المنطقة، الحرارة لا تقل عن 38 درجة وستتجاوز 40 درجة. إذن المرتفع الجوي أو مقدمة المرتفع الجوي هي المسيطرة، هي المتحكمة في أجواء ليبيا خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى على كل مناطق الشمال، ما يجعل درجات الحرارة معتدلة. مباشرة إذن إلى خريطة الكتل الهوائية الساخنة والباردة، نلاحظ الكتلة الساخنة غدا على مصراتها تحديدا، ثم مساء يوم الغد تنخفض على مصراتها. يوم السبت إن شاء الله تكون مناطق الشمال الغربي مصراتة وسرت طبعا خلال يوم الغد. يوم السبت تنخفض درجات الحرارة كل مناطق الشمال الغربي بإذن الله تعالى، ويتحرك الهواء تدريجيا ناحية الشمال الشرقي بداية بجدابية بنغازي الجبل جبل الأخضر وأقصى الشمال الشرقي. النشرة الخاصة بالصيد البحري على السواحل الغربية الممتدة من رأس جدير حتى سرت، تكون السماء صافية أغلى فترات النهار مع رياح ستتحول إلى شمالية غربية معتدلة في سرعتها عدا المنطقة أقصى المنطقة الغربية الممتدة من رأس جدير حتى الزاوية، تكون أو تظهر بعض السحب من حين الآخر، لكن الرياح تنشط على الساحل الغربي أو أقصى الساحل الغربي، ما يجعل الموج يرتفع قليلا إلى أكثر من متر ونصف. عدا ذلك فبإذن الله تعالى تكون الساحل الغربي يكون البحر هادي إلى قليل التموج. الساحل الشرقي هناك أيضا سرعة رياح خلال هذا اليوم وخلال يوم الغد على ساحل درنة قد تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 20 عقدة، وما يجعل الموج أيضا يتجاوز ارتفاعها إلى أكثر من متر ونصف بإذن الله تعالى. إذن الرؤية جيدة، درجة حرارة البحر تصل إلى 24 درجة مئوية. إذن بصفة عامة مرتفع جوي يتحرك ناحية ليبيا وناحية الشمال الليبي، ما يجعل درجات الحرارة تبدأ في الاعتدال التدريجي بداية من يوم الغد. ستتراوح الحرارة خلال يوم غد ما بين، على مدن الساحل طبعا، ما بين 29 إلى 33 درجة مئوية، إذا انخفاض واضح في درجات الحرارة. أما على الدواخل وخاصة في الجبل جبل نفوسة ستتراوح ما بين 30 إلى 35 درجة مئوية على هذه المنطقة. غدامس لازالت درجات الحرارة مرتفعة تتراوح ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية، كذلك بعض من مناطق الحمادة لازالت مرتفعة إلى أن يصل الهواء البارد من يوم السبت والأحد إن شاء الله، ما يجعل درجات الحرارة تخف قليلا مقارنة بهذين اليومين الماضيين. في الجنوب الغربي في سبها كذلك في مرزق وصولا إلى غات والقطرون والتي تصل درجة الحرارة فيها إلى 40 درجة، في بعض الأحيان تتجاوز 40 درجة، كذلك في الكفرة تزربوسيل تتجاوز 40 درجة خاصة في أقصى الجنوب. الشمال الشرقي يشهد ارتفاع نسبي في درجات الحرارة مقارنة ببداية الأسبوع
حيث تتراوح الحرارة خلال اليوم غد ما بين 29 إلى 33 درجة، هذا على الساحل، وتصل في جدابية إلى أكثر من ذلك إلى 35 درجة مئوية خلال يوم غد. ستنخفض يوم السبت القادم على شمال شرق ليبيا، وستكون الأجواء باردة خاصة ليلا في الجبل الأخضر بداية من الاثنين والثلاثاء والأربعاء. ننتقل إلى المدينة المختارة والتي ستكون من الغرب الليبي، والتي نتوقع أن تنخفض فيها درجات الحرارة إلى انخفاض واضح بإذن الله. ستكون في طرابلس العاصمة 31 درجة مئوية بعد أن ارتفعت خلال هذا اليوم. ستكون خلال يوم غد ما بين 29 إلى 31 درجة مئوية، أدناها 18 درجة مئوية. ستكون سرعة الرياح معتدلة 15 عقدة أي 30 كيلومتر في الساعة. اتجاه الرياح سيكون شمالي غربي، وهذا ما يجعل انخفاض أو اعتدال درجات الحرارة واردا على هذه المنطقة. سماء صافية أغلب فترات النهار، وتكون قليلة السحب في بعض الأحيان.